وسمعه الفنيه الاحترام بتعكس بشكل غير مباشر. المرضى كلهم دلوقتي بيقاسوا الا من شاف فلان غير ناقص كويس اللي فيها اصول. بصراحه القسم العظامي بالزمان والله حتى لو القسم العظامي بالاحسان انا اذهب العظام ولسه انا بعتبره العظام ممتاز جدا. وعلى كلامك دكتور عبد الله بتقول في 10 20 متعب يجي بس عظام يعملون مبلغ يمكن حتى نفعلها مع بعض المؤسسات الداعمه. يقول انت يمكن ناتي بمتعاتين حتى مش من المنتمين لكن حتى هذا المدعم من السعوديه في ظل هذا الوضع توقف لازم يحصل على موافقه. انا كنت بعد ناسي ان البيئه ايه ولا يعني التكافل الكويس قوي قوي ما يتقاسش كتير يدعموا بيسفر.